جمعة ثامنة بشعارات جديدة وقوية تحت عنوان كبير سلمية سلمية، شعارات واكبت تطورات المشهد السياسي وتوقفت عند أهم القرارات التي طبعت الأسبوع الماضي بكثير من الوعي. ومن البريد المركزي انطلقت صفارة المسيرة مبكراً، انتصرت فيها المطالب للوطن أكثر منها للسياسة رغم حضور شخصيات سياسية بارزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة. الجمعة الثامنة بصوت واحد طالبت مؤسسة الجيش باحترام الإرادة الشعبية والوفاء بالعهد الذي قطعه قايد صالح المادة 7 و8 بالبقاء داخل الدستور مع إبعاد وجوه النظام المرفوضين. الحراك يستمر والمطالب تتجدد على ضوء الثقة والاحترام ما بين الشعب والجيش، ثقة لم تهتز رغم محاولة البعض التسويق لمطالب تحرض على المواجهة بين المتظاهرين والمؤسسة العسكرية.